أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تقدم شاب لخطبة أختي علما بأنه لا يحافظ على الصلوات ويشرب الدخان، وش بقي؟ حافظ على الصلاة تتركه. نعم. يقول: ووالدي وافق على ذلك إلا أني لم أوافق، فما نصيحتكم؟ الولاية لوالدك ما يبلك. إذا كان إنه ما يحافظ على الصلاة ولا تبون راجعوا المحكمة، تخلع ولاية الأب وتنقلها لمن بعده. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.